حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته، يقول عليه الصلاة والسلام: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. كلام معجز. الخشعة هي الهضبة الصغيرة، الأكمة الصغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والدحو هو المد والبسط والإلقاء، ليس الدحو هو التكوير كما يتخيل كثير من الناس. لا، الدحو كلمة جامعة تصد ثورة البركان فتوسع من دائرة مخروط البركان بطريقة مستمرة. وعلوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن الأرض في تاريخها القديم بدأت بمحيط غامر، لم تكن هناك يابسة، غمر الماء كل الأرض، ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها، فتكون في وسط هذا المحيط الغامر سلسلة من الجبال تسمى جبال أواسط المحيطات أو ميد أوشيانيك ريدجز. ومن الغريب أن كل محيط من محيطات الأرض اليوم في وسطه سلسلة من هذه الجبال. أول قمة برزة فوق الماء كونت جزيرة بركانية تشبه جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، قائمة في زماننا الآن. من هذه الجزيرة التي كانت هي أرض مكة المكرمة، هذه الجزيرة الأولى أو الجزء من اليابسة، بعث الله الملائكة تبني عليها الكعبة المشرفة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام أمنا حواء عليها رضوان الله. ثم بدأت هذا البركان يثور فوسع من دائرة مخروط هذه الجزيرة فكون قارة واحدة سموها القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبعة الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتباعد عن بعضها إلى يومنا هذا. وفي كل الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. بعد مكة المكرمة من أطراف القارات السبعة 13,000 كيلومتر، بفارق بسيط من 2 كيلو إلى 8 كيلو فقط، نتيجة أن زحف القارات غير متساوي، القارات تتباعد عن بعضها البعض بمعدلات مختلفة قليلا عن معدلات بعض القارات الأخرى. لذلك يعني العلم يؤكد لنا الآن على أن اليابسة بدأت كلها من جزيرة بركانية واحدة، بدأت هذه الجزيرة تلقي بحممها، تكونت قارة واحدة يسموها القارة الأم أو أم القارات، تفتتت هذه القارة إلى القارات السبع الحالية، وبقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. هذه الصورة التي ترونها حضراتكم وجدت في داخل عينة من عقيق اليمن، وعقيق اليمن مشهور جدا. فيها الكعبة، صورة الكعبة المشرفة على جزيرة في وسط الماء. هذه العينة عمرها أكثر من 25 مليون سنة قبل خلق آدم عليه السلام، قبل خلق البشر. بقيت هذه العينة محفوظة في صخور الأرض تؤكد على صدق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. ونرى هنا أيضا في عينة أخرى من هذا العقيق الكعبة، وفي ركنها الشرقي الحجر الأسعد أو الحجر الأسود كما يسمونه. هذه العينات عينات حقيقية لم تمسها يد بشر. في مثل هذه العينات نجد لفظ الجلالة مكتوب بحبات الرمل حينما كان هذا العقيق سائلا، دخلت حبات الرمل لتكتب لفظ الجلالة، حتى الشدة على اللم موجودة، الله الله، الكعبة، اسم مكة المكرمة، قبة الصخرة. هذا قبل أن توجد هذه الكائنات، قبل أن توجد هذه الأشكال، قبل بناء الكعبة وقبل يعني بناء يعني قبة الصخرة موجودة هذه في عينات يتراوى عمرها يعني يصل عمرها لأكثر من 25 مليون سنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. بدأت اليابسة بجزيرة بركانية، هذه الجزيرة جزء من سلسلة يعني سلسلة أوسط المحيطات. أول ما ارتفع فوق الماء تكونت هذه الجزيرة، أرسل ربنا تبارك وتعالى الملائكة تبني الكعبة المشرفة فوق أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى استعدادا لمقدم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. هذه الجزيرة بدأت تنمو فتكونت قارة واحدة، القارة الأم، وهذه القارة بدأت تتفتت وتتباعد القارات عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. ولذلك نجد المسافة
بين مكة المكرمة وأطراف القارات السبع الحالية متساوية تماما، 13,000 كيلومتر تربط أو مسافة مكة المكرمة عبنها. وهنا نرى كيف تنطبق أمريكا الجنوبية على أفريقيا، لأن هذه القارات كانت كلها كتلة واحدة. نجد الشواطئ الغربية لأفريقيا تركب تماما على الشواطئ الشرقية لأمريكا الجنوبية، الشواطئ الشرقية لأوروبا تلتبس تماما مع الشواطئ الغربية، الغربية لأوروبا تنطبق على الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية. فاليابسة كانت كلها أرض واحدة، فتتها ربنا تبارك وتعالى إلى هذه القارات السبع الحالية. ونرى أيضا صور كثيرة تؤكد على بدء هذه القارات كلها من مكة المكرمة، أن اليابسة كلها بدأت من مكة المكرمة. كيف تباعدت القارات عن بعضها البعض وبقيت وسطية مكة المكرمة شاهدة لهذه البقعة المباركة بالكرامة. ليس هذا فقط، بل ثبت علميا أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي خط طول مكة المكرمة. الإنجليز فرضوا علينا خط طول جرينتش بحد السيف حينما كانت بريطانيا هي الدولة المهيمنة على مقدرات العالم، كما تحاول أمريكا الهيمنة الآن. إن شاء الله تغرب شمس أمريكا كما غربت شمس بريطانيا إن شاء الله تعالى. ففرضوا علينا خط طول جرينتش بحد السيف. جرينتش يميل إلى الغرب 7.5 درجات، فشوهوا خرائط الأرض تماما. ولذلك طالب أحد كبار العلماء المعاصرين سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله بضرورة سعي المسلمين لجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، فتنتظم صور حركات العالم. كل ما يقع إلى الشرق من مكة يعتبر شرقا، وكل ما يقع إلى الغرب يعتبر غربا. ونؤكد بهذه الحقيقة على فضل مكة المكرمة على غيرها من بقاع الأرض، فهي أشرف بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. نرى هنا كيف أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. الأرض لها شمال حقيقي واحد نحدده بالنجم القطبي، ولها شمال مغناطيسي نحدده بالبوصلة، الإبرة المغناطيسية في البوصلة. ولكن نجد أن خط طول الظهران مثلا 0.5 درجة، خط مكة المكرمة 0، لا يوجد عنده انحراف مغناطيسي. خط طول جرينتش 7.5 درجات ميلا إلى الغرب. فإذا اخترنا خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس ينتظم شكل خرائط العالم، ويصبح ذلك دليل مادي ملموس على كرامة مكة المكرمة. الحقيقة يعني فوجئت بأن عالم أمريكي معاصر له موقع على شبكة المعلومات الدولية يطالب العالم باتخاذ خط مكة المكرمة خط طول الأساس. والأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله من أوائل السبعينيات وهو يطالب بهذه المطالبة، ولم يستجب له أحد من المسؤولين بعد. مكة المكرمة ليست فقط الكعبة المشرفة كما تخيل الناس. الحرم المكي عبارة عن وادي طوله أكثر من 30 كيلومتر، عرضه أكثر من 20 كيلومتر، مساحته 600 كيلومتر مربع. هذه كانت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. طبعا نرى الحرم المكي ونرى الوادي الذي أخيم فيه. طبعا الوادي يمتد طولا 30 كيلومتر وعرضا لأكثر من 20 كيلومتر. وطبعا يعني الحدود هذا الحرم حددها جبريل عليه السلام لأبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله لحظة خلقهما، حددها أيضا لإبراهيم عليه السلام، حددها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله يقول ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت. كل أنبياء الله وكل رسل الله حجوا هذا البيت. Where he صلى الله عليه وسلم is quoted to have said كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. The Kaaba was on a piece of elevated land surrounded by water, and then the whole land mass was expanded from it. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. Something very, very strange for an unlettered prophet, peace be upon him,
in an unlettered society to spell out such a scientific fact that never came to the knowledge of man until the last few decades of the 20th century. The Kaaba was standing on a piece of volcanic island, an oceanic island surrounded by water. Recent scientific discoveries tell us that our Earth, in one of its earliest phases, was completely covered by water. There was no land mass. Then Allah subhanahu wa ta'ala, through his eternal will, caused the central part, central axis of that ocean to collapse in by a rift system. And this rift system has got a depth of between 65 kilometers and 150 kilometers. The thickness of the oceanic crust under seasoned ocean is only 5 to 8 kilometers. The Kaaba was standing on an oceanic island surrounded by water, and then the whole land mass was expanded from below the Kaaba. This very authentic hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that was found to be strange in its meaning by many scholars of the hadith was only very recently proved to be a scientific reality. Nowadays, science tells us that our planet in its early phases was completely covered by water. There was no land mass. Then Allah subhanahu wa ta'ala caused the axial part of that ocean to be rifted by deep rifts. These rifts range in length between 65 kilometers and 150 kilometers. And if we understand that the crust of the Earth below oceans is very thin, it's only 5 to 8 kilometers thick, and if you penetrate that crust with such deep falls, these rift systems can reach what we call the zone of weakness, in which we find rocks in a semi-molten stage, and then volcanicity would take place to build up what we call an oceanic ridge. And actually, all the oceans of our time constitute or have at their axial parts oceanic ridges. The very first peak of that oceanic ridge that was riven above the water level constituted an oceanic island. Then Allah sent his angels to build the Kaaba on the very first part of land mass that he created. And that's why Allah has blessed the site of the Kaaba, the Haram of the Kaaba, on the very first moment of the creation of the universe, as stated in the Quran and in the Sunnah. So from that volcanic vent, from this volcanic island, similar to the Hawaiian islands, the Philippine islands, the Japanese islands, the Indonesian islands, all these are volcanic islands emanating from the bottoms of the oceans. So the Kaaba was built by the angels on the very first piece of land mass that was created by Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah has blessed that area, the area of the Kaaba, the Haram of Mecca al-Mukarramah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was quoted to have said after he was asked, what was the first mosque in which Allah was worshipped on the surface of that planet? He said, Al-Kaaba, the Kaaba. And then he was asked, what after that? He answered, Al-Masjid al-Aqsa, the farthest mosque. What was the span of time between building the Kaaba and the Masjid al-Aqsa? He said 40 years. And 40 years in the span of the history of the earth, which is calculated to about 5,000 million years, the oldest rocks on earth, 5,000 million years, in a universe estimated to be around 14 billion years. So this is nothing. And that's why we know that both the Kaaba and the farthest mosque, al-Masjid al-Aqsa, were built on a blessed land, built by the angels in preparation for the coming of Adam and Eve. May Allah be pleased with them both. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam
emphasize this fact, this scientific fact that only came to human knowledge in the last few decades of the 20th century. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. The Kaaba was a prominence on the surface of water, then the whole land mass was expanded from it. Science tells us today that the whole land mass grew from a single volcanic vent or a series of volcanic vents in one oceanic island. And through the volcanic activity of this volcanic island, the whole land mass was built in the form of a single continent, which scientists call it the mother continent or the mother of all continents or Pangaea. And this continent was split by Allah subhanahu wa ta'ala into the seven main continents of our time. And these continents started to drift away from each other until they reached their present site. Because of this, Mecca has always been and will always be at the center of the land mass. If we draw a circle having Mecca at its apex, at its center, this circle can encompass all the land masses of our globe. And this is again a physical sign for the nobility, for the honor, for the blessed nature of Al-Haram Al-Makki. And because of this, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has spelled out, has explained this fact that came to human knowledge only a few decades ago. And for an unlettered Prophet sallallahu alayhi wa sallam in an unlettered society to speak about this scientific fact which only came to human notice in during the late 60s, early 70s of the 20th century. And I dare say that many scientists of our time do not know anything about it. Who would have told Muhammad, peace be upon him, about this scientific fact other than the Creator himself? And who in his community would have forced him to spell that out? Why Allah taught him this knowledge? Because Allah subhanahu wa ta'ala, all glory be to him, knows in his eternal knowledge that time will come when man will discover this fact that all the land mass of our time was created from a single volcanic vent on a mid-oceanic ridge within the primordial ocean that covered our globe. And because of this, Allah has made the Kaaba or Mecca al-Mukarramah or Al-Haram al-Makki, has made that to be always at the focal point, at the central point of the continental masses. And that's why I dare say that this simple hadith can remain as a living testimony to the correct prophethood of Muhammad, peace be upon him, and to the fact that he, may Allah's peace and the blessings be with him all the time, he was always connected with the divine guidance. He was not speaking out of his own memory. He was speaking about what he was taught by Archangel Jibril alayhi salam.